لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنحاول نشوف واحد المشكل. الطوموبيل ديال الدري صحيبي ولا كيتسمع فيه هذا الصوت. هذا سمعوا الصوت كي داير؟ حنا غادي نوقفو. الصوت ما بقاش، كنزيد واحد شويه. سمعوا الصوت بحال شي حاجه كتوشي هنا. هو قال لي توشات لي فشي بلاصه، يمكن معايا محدوره بزاف ولا كيتسمع في هذا الصوت. ترى بحال سمعوا الصوت دابا. سمع كديرها في الديبار ومني كتبغي تزيد كتسمع بزاف، ومني كتكون حتى في الرالونتي كدير هاد القضيه هادي. مع الطوموبيل محدوره بزاف توشات لي فشي بلاصه. سمعوا دابا، سمعوا شو دابا كي كيتسمع. هي مني كتاكسيليري ما كت... هي دابا كتسمع تاني. دابا غادي نمشيو لافوس ونشوفو. 100% غادا تكون الشاقمة هادي كتقيس في شي حاجة، حيت الشاقمة كاينة هنايا لتحت، كاينة واحد السيبورة تقدر هاديك هي اللي كتوشي فيها وكتعطينا هاد الصداع هذا. غادي نمشيو لافوس باش غادي نشوفو المشكل منين. شوف الطوموبيل شحال مهدورة، مكينش لي سباس هنايا أشوية. الطوموبيل مهدورة بزاف، الجوان تا هما طايباس، نمرة 18، داكشي علاش قاست. دابا غادي نمشيو لافوس. بعد ما جينا لافوس راه كلشي مزيان، ولكن كما قلت لكم الشاقمة هي اللي متوشية. ها هي في هاد السيبور الوسط هي اللي قاصرة مع شي حجرة ولا مع شي حاجة، ومعايا محدورة الطوموبيل. شوف الطوموبيل محدورة بزاف، هنا راه كلشي مزيان، وهنا تاني كانت توشات. احفظ الله. هادي راه هي البواط فيتاس، هاد السيبورة راه دايرين ليها كبيرة باش كتلقى عليها شوية الضغط. هادي تاهي راه شوية، ولكن حفظ الله الحمد لله هنا ما جاري حتى حاجة. المشكلة فهاد السيبورة هادي عواجت. ها الشاقمة حامية. هذا هو الصداع اللي كدير. دابا غادي نحلو هاد السيبورة هادي، بولونات 17 عند 4، غنحلو هاد السيبورة نقادوها صافي وغادا تولي مزيان. راه هي اللي مقيوسة هنايا، راه مكاين حتى شي مشكل، كلشي مزيان كيما قلت لكم. هنايا وهنا فين كاين المشكل غنحيدوها ندريسيوها. ها هي السيبورة بعد ما حيدناها، راه عندها 4 البولونات ولكن ماشي 16، ماشي 17، 16. دابا غادي نحاولو ندريسيوها. ها هي فين كانت كتوشي، ها هنايا وهنايا. انت راه كدير واحد الصوت انت راه كيخلع، ولكن الحمد لله مني جاتها في هذه ماشي مشكل. دابا غادي ندريسيوها ونعاودو نركبوها. ها هي السيبورة بعد ما دريسيناها راه ولات مقادة. دابا هاد السيبور علاش كيديروها؟ انا غادي ندخل لتحت وغنوريكم علاش كيديروها باش ما تطيح الشاقمه مثلا. الا تهرست ليها واحد، الا تقطعوا ليها واحد الجلود كطيحها هنايا وكتعلمك تبدا تقرقب، خاصك تشوف هذوك الجلود راه تقطعوا. الدور ديالها انها كتحمي الشاقمه ما تطيحش. انا غنهبط لتحت ونفسر لكم اكثر. كما قلنا هذه هي السيبوره. دابا ها هي كنركبوها. هذه راه كتجي لقدام وهذه كتجي للور، كتركب بحال ما هكا. دابا هذا الدور ديالها شناهو؟ لا تقطعت هاد الجلده هادي الشاقمه كطيح كتضربها في هادي كتبدا تقرقب، كتعرف حتى بلي هاد الجلده راه تقطعت خاصها تبدل. صافي هذا هو الدور ديالها. دابا راه بعدت مني التدريسات، راه بعدت على البلاصه ديالها. دابا غادي نركبوا ليها البولونات ديالها. ها هي بعد ما ركبنا السيبور وداكشي، هاد الجلده راه دايرينها ليها هنايا كتلقى عليها شويه. ها
كما كتشوفوا راه بعداد دابا والو صافي دابا مزيان. واد سيبور راه كيديروا البواد فيتيس باش كتسيبورتي عليه شويه في الكاع عليها راه دايرينها كبيره حيت فيها هي بواد فيتيس اوتوماتيك. صافي هادشي اللي كاين دابا غادي نمشيو نديماري ونسيوها نشوفوا واش هذاك الترقيب ولكن راه ما بقاش صافي هاو كنململ دابا والو صافي دابا غتولي ناضيه. دابا غادي ملي ديمارينا غادي نزيدو راه ما بقاش داكشي ها وخف ديبارات ترى كي كانت كتسمع راكم سمعتو من قبل دابا ولات مخير الطوموبيل ما بقى لا ترقيب لا والو والحمد لله هذا مشكل بسيط دابا حيت هاد الاوضي هادي محدوره بزاف داكشي علاش قاص لي مع واحد الحجره صافي وهي تعوج لهذيك السيبوره وهذا مشكل بسيط يقدر يوقع لاي واحد تضرب لك الطوموبيل ولا هادي خاصك توقف الحمد لله مني ما جاتوش في الكارتير ولا في شي حاجه الطوموبيلات المحدورين الواحد يتكيش شويه في في في, في السوقان كما كتعرفوا الطرقان عندنا حنا راه على قد الحال. ونتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا وتكونوا استفدتوا منه والسلام عليكم.